نرحب فيكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتشوفونا عبر شاشة الـ OTV وعبر برنامج هيلستوك. بظل أجواء الحرب المستمرة على لبنان تبرز تحديات نفسية كبيرة بتأثر على الصحة النفسية والأفراد للأفراد والمجتمع بأسره، حيث عم بيعاني الشعب اللبناني والنازحين من آثار نفسية عميقة ومن قلق وخوف وتوتر. فالضغوط الناجمة عن فقدان الاستقرار والأمان يلي صارت للأسف جزء من حياتنا اليومية بتأدي لمشاعر القلق والخوف والاكتئاب، ومع ذلك بيبقى الأمل بأنه بكرة رح يكون أفضل، وأنه هالمحنة تحمل مع دروس بالصمود والإرادة. رح نسلط الضوء بهالحلقة من هيلستوك على أهمية الاهتمام بالصحة النفسية وضرورة توفير الدعم النفسي بظل هالظروف الصعبة، وأيضا رح نحمل رسالة أمل لكل اللبنانيين لنتذكر معا أهمية التمسك بالإيمان والأمل والتكيف مع هالتحديات رغم الظلام. كلنا إيمان بأنه بكرة رح يكون أفضل. بيصيرني استقبل بها الحلقة من هيلستوك الدكتورة نورما الحلو البيطار، معالجة نفسية، عضو بلجنة الأعلام بنقابة النفسانيين بلبنان، لتناقشنا اليوم حول العوامل النفسية وأهمية تعزيز الصحة النفسية خلال الحرب. رحب فيك يا دكتور وأهلا وسهلا فيك بالـ OTV. شكرا ريتا، ميرسي. شكرا لحضورك معنا اليوم، ولكن بالبداية بدي وجه تحية كتير كبيرة وعميقة لكل عضو بنقابة النفسانيين بلبنان، وعلى رأس النقيبة الدكتورة ليلى ديراني على قيادتها الحكيمة وعلى الجهود المميزة والتضحيات الكبيرة اللي عم تبذلها بسبيل دعم الصحة النفسية بمجتمعنا. فبفضل جهود كل أعضاء النقابة طبعا تمكنوا من أنه يكونوا سند قوي لكل الأشخاص اللي هن بأمس الحاجة للدعم النفسي والعناية الإنسانية. فعلا ريتا، مشكورة النقيبة على جهودها الوفيرة والكبيرة وكل أعضاء النقابة اللي عم نشتغل فعلا يعني 24/7 نقدر نكون عم نساعد ومندعم ومنقدم المشورة حتى للأشخاص اللي هن بحاجة، سواء في مراكز الإيواء أو بغير أماكن عم بكونوا هن بحاجة لإلنا. فالكل مشكور ويعطي العافية للجميع. أكيد يعطيهم ألف عافية خاصة بهالظروف الصعبة، وبالتالي عم بيصير في توعية أكثر عن الصحة النفسية لأنه لازم تكون أولوية بحياتنا. واليوم إذا صحتنا النفسية منيحة طبعا الجسدية رح تكون كمان منيحة وسليمة، رح تنعكس علينا. نعم. دكتور نورما، اليوم بنسمع دايما عن التوازن العقلي والنفسي، اليوم شو تعريف الصحة النفسية؟ أوكي، بشكل عام الصحة النفسية هي تعتبر ريتا جزء ما بيتجزأ من الصحة العامة للإنسان، ولكن هي بتكون عندها دور دعمنا لحتى نقدر نحن نكون عم نواجه ضغوطات الحياة بمختلف أنواعها ومستوياتها بقدر كبير لا بأس به من القدرة على التكيف والتأقلم ولنلتمس الاستقلالية الذاتية والتوازن النفسي. فمفروض أنها هي تكون موجودة عند كل إنسان إلى حد ما لحتى يقدر يكون عم يتمتع بحياة نفسية وميدانية وجسدية بطريقة سوية. نعم، قد ايه مهم فعلا تعريف الصحة النفسية، لأنه كتار منا يمكن بيجهلوا هيدا الموضوع قد ايه أهميته بحياتنا اليومية. صح، يمكن منعرفه بهيك بمجموعة من الكلمات يلي بنحسها شيء كتير بسيط. صحيح. إنما لا، فعليا هي بمحتواها وبتقل مقوماتها هو شيء كتير، لا شيء كتير كبير. صحيح. دكتور نورما، اليوم الصحة النفسية بتتكون من عدة جوانب أساسية طبعا، وهالجوانب بتساعد بالحفاظ على التوازن النفسي والعاطفي للفرد. شو هي مقومات الصحة النفسية؟ فعليا مقوماتها هي كثيرة ومتنوعة. خليني أنا ضوي على أهم وأبرز المقومات يلي بتشكل حجر الزاوية إذا بدك ريتا للصحة النفسية عند كل إنسان صغارا كنا أم كبار. عنا بالطليعة في عنا الصلب النفسية يلي هي ريزيليانس بنسميها، يلي هي بتسمح للإنسان أنه يكون عم بيواجه
المآزم النفسية. هون ما عم نحكي بس عن الحروب، عم نحكي عن كافة أنواع المآزم يلي بتفرض الحياة، وبالتالي لنقدر نكفي حياتنا بمرونة أكثر، وبالتالي المرونة كمان هي واحدة من المقومات الأساسية اللي بتساعدنا أنه نحن نكون فلكسيبل، يعني نقدر نكون عم نتناغم مع المواقف يلي هي ما بتشبهنا أو يلي هي بتوجعنا، بس نحن ما ننكسر إزاء هالمواقف. طبعاً بيطلب الموضوع من أهم المقومات طبعاً كمان التوافق الداخلي عند الإنسان يلي هو بيعطيه شعور بالثقة بالذات وبالرضي، الرضا عن الذات كمان هذا شيء كتير أساسي، لأنه الإنسان إذا ما إنه راضي عن ذاته ما بيقدر يكون عم يتوافق مع غيره ولا حتى مع ذاته. التوافق مع الغير يلي هو بنسميه التوافق الخارجي، أو حتى بيعطينا هذا النوع من اللحمة الاجتماعية والمجتمعية يلي كمان بتساعدنا أن نكون عم نتشارك حياتنا بمواقفها المتعددة مع خينا الإنسان، وهذا شيء كتير أساسي لأنه الإنسان ما بيقدر يعيش لحاله بدون تفاعل سليم مع الآخرين. طبعاً وصولا للمقدرة، وهيدي هون بقمة المقاومات، المقدرة أن احنا نقدر نتحكم بملف الذكريات وخاصة ولا سيما المؤلمة، أنه نحن نقدر عن جد ندعس فريم للذكريات يلي عم تقتحمنا وتلحقنا نتيجة خبرات نفسية مؤلمة نحن عشناها، وما في حدا بينفد من خبرات نفسية مؤلمة إنما بنسب مختلفة بتكون بتأثيرها على كل إنسان. نعم، قد ايه مهم هيدا الحديث اليوم، وخاصة نحن بظروف صعبة كتير بلبنان، والحروب قد ايه بتأدي لظهور اضطرابات نفسية. طبعا كل الناس عندها قلق، عندها خوف، عندها اكتئاب، عندها توتر، وعندها كمان ممكن اضطراب ما بعد الصدمة. وهيدا الشيء أكيد بيخلي أنه الشخص ما يكون عنده استقرار نفسي. اليوم شو هي التداعيات النفسية للحرب؟ لأنه عم نشوف كمان على السوشيال ميديا كمان دكتور نورما عم بتكون الأشياء واضحة جدا، الأطفال يمكن، المراهقين، كل الأشخاص على السوشيال ميديا، قد ايه هيدا الشيء تداعياته كتير خطيرة وخيمة. نعم، على الفرد. اللي بحب ضوي عليه بموضوع التداعيات، يمكن كتير سمعنا عن تداعيات الحرب والقلق والاضطرابات النفسية وغيرها. أنا اليوم بحب ضوي على نقطة أساسية بركي بنقدر نفيد فيها ذواتنا وغيرنا، لأنه كمان أيام بس نحن نرجع نستذكر المعارف، بنرجع بنعملها ريستارت بمفعولها بذواتنا أكثر. فعليا المضاعفات ريتا هي للأسف منا بس مقتصرة على أنها هي تداعيات دارية أو جسيمة، إنما أكثر أنها هي نقطوية، وبالتالي هي بتكون على كافة المديات إن كان على المدى القريب أو على المدى البعيد. فإذا منطلع من بعيد منلاقي أنها هي حتكون كأنها لافة طوق على أعناقنا من المدى القريب للمدى البعيد للأسف. لا مناص منه. نعم. وطبعا هي بتبدا من مشاعر بسيطه، يمكن من الخوف او القلق اللي بتتسلل على نفوسنا، من بعدها ممكن ننتقل لمشاعر الملل او الياس او السقم او غيرها، وصولا لهون بتبلش اذا بدك الصليات مش الصاروخية هالمرة، صليات من المشاعر النفسية السلبية يلي بتغذي الكيان النفسي، وبالتالي تتملك فيه ومع الوقت قد تتحول إلى اضطرابات حادة. وهون نحن بنكون عم نحكي عن مثل ما ذكرتي عن اضطرابات كرب ما بعد الصدمة يلي هي PTSD، يلي هو كتير اضطراب جدا ملامس ومتزامن مع الصدمات عادة، هو سبيسيفيك، هو اضطراب سبيسيفيك. نعم. اليوم دكتور نورما كمان يمكن نسأل مين الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية؟ هل هن الأطفال أو النساء أو كبار السن؟ حتى الكبير بتحسيه بيعطى الهم
وبيئس وبيخاف وبيتوتر، ما بيفكر بالعمر. يعني نحن دائما ترانش العمر بنعرف انه كمان الاطفال عم بيخافوا، ولكن مين هن الفئات الاكثر عرضه للاضطرابات النفسيه وكيف بيظهر هيدا التاثير؟ الحياه عزيزه عند الانسان طبعاً. بمختلف مواقفها وجوانبها. صحيح. فشو ما كنا نحن على مقربه من الاكتئاب او من الياس، فلا الحياه عزيزه، وبالتالي الكل بخاف انها تكون عم بتطاله، وللاسف لا يستثنى احد. يعني عم نحكي اطفال، عم نحكي مراهقون، عم نحكي بالغون، راشدون، كواهل، نساء، حوامل، غيرها. كل الفئات العمريه المجتمع هي مستهدفه، يعني ما في حدا مستثنى. ولكن اللي بيحتل المرتبة الأولى بين صفوف المتضررين هن الأطفال، بتقدر تستحكم فيهم الحرب بطراوة كيانهم ولحمهم النفسي والجسدي في آن. ليه؟ إذا منرجع للنقطة اللي بلشنا فيها، نقطة البداية اللي حكينا فيها عن مقومات الصحة النفسية، الأطفال بيفتقدوا لمقومات الصحة النفسية اللي هي المقدرة على التأقلم والمقدرة على الاستيعاب والتكيف مع واقع جديد. لأنه هالمهارة بعد ما انبنت عندهم بشكل متكامل، لأنه هالمهارة بتنبنى عبر المراحل العمرية وبمسار نمو نفسي اجتماعي طويل المدى لعمر 21. فبالتالي هيدي أول نقطة، هي نقطة سوداء للأسف، هن عم يوقعوا ضحية بهذا الموضوع. النقطة الثانية أنه هن قدرتهم على الاستيعاب والفهم والإدراك ما بتسمح لهم أنه هن يفهموا شو عم بيصير ومنظومة الحرب إذا بديك، ما بيقدروا يفهموها، وبالتالي هون هن بيوقعوا بقلق المجهول وشو بده يصير. هيدا كمان بيزيد من انه هن يكونوا فريسه اذا بدك اكثر، وهون بتجي الحرب بتكشر عن انيابها وبتفترسهم هن وبتنقض عليهم ك اذا بدك المنيو البلا الاول من المنيو تبعها. من بعد الأطفال نحن بيجي عنا أكيد الأشخاص يلي هن بالسابق كانوا بيعانوا قبل وقوع الحرب، كانوا بيعانوا من اضطرابات نفسية، إن كانت ذهنية ولا عقلية ولا نفسية بسيطة بغض النظر عن مستواها. وبالتالي كمان عنا الأشخاص يلي، وهيدا بدنا ننتبه لها كتير، منا بس اضطرابات نفسية كأمراض، إنما كمان من يعاني من personality disorder، يعني اللي عنده اضطرابات بالشخصية. سمات هالشخصيات اللي عندها اضطراب بالشخصية بتسمح للحرب بأن أن تعبث بها إذا بدك، وبالتالي بتاخدها يمينا ويسارا ومطرح ما بدها وكيف ما بدها، وبالتالي بتصير الحرب أو المأساة هي البوصلة الأساسية لحياة هالأشخاص اللي بتتكلل على طول بالشعور الدائم بالاكتئاب والقلق والحزن والشعور بعدم الرضا. منروح من بعدها بالمرتبة الثالثة إذا بدك، إذا بدنا نصفهم هيك، هن طبعا المسنين والكواهل. ليه؟ أولا هن عمرهم الزمني سمح لهم وتركهم يكونوا عرضة للكثير من المأساة وللكثير من المآثم واللي مرقوا فيها والتحديات والظروف والمصاعب، إن كان على صعيد الأمهات أو على صعيد الآباء. فهن خاضوا معارك الحياة من كل حدب وصوب، هن تعرضوا لفقدان يمكن أبناء لهم، لفقدان أحبة لهم، فاختبروا مرارة الحياة أكثر، وبالتالي كمان زيادة هن صاروا زمنيا على مقربة أكثر من كوكب الموت، وبالتالي على الموت بارتفاعه عندهم، هيدا بزيدهم أكثر هشاشة، وبالتالي بيصيروا أكثر عرضة كمان من غيرهم للوقوع بغيها بالاضطرابات النفسية. منروح من بعدهم للنساء يلي هن سنسيبل وسنسيتيف وبيتأثروا كتير، والحوامل أكيد. منروح أكثر كمان من بعدها للمراهقين والبالغين، يعني إذا بتطلعي المجتمع ككل هو متأثر. عم بيكون متأثر بطريقة وأخرى، بس كل يتأثر على ليلى، بس لا أحد مستثنى للأسف. دكتور نورما، أي فئة
بتحسي اكثر عندك هيك اذا فينا نقول اتجاه اكثر او حنين اكثر بتحسي انه الاطفال؟ طبعا لانه عاجزين. نعم. يعني الأدولت بغض النظر عن حالته اللي عم بتكون هي مدعاه لانه يكون هو انسان مضطرب، انما هو عنده الادراك العقلي او النضوج الفكري اللي بيسمح لنا انه احنا نكون عم نقدر نحيطه اكثر بشيء من العقلانيه. اما الطفل، هيدا الطفل يلي رسمت الحرب على صفحات وجهه، الوجوم والياس والحزن يلي كان على حسب قول الامهات، وهذا سمعناه بكثير من الامهات نحن عم نزور المراكز تنقدم المساعدات بمراكز الايواء، انه انا ابني كان يضل ينطنط، كان يضل مفرعن مبسوط ما بيهدى، هلا عم بضل قاعد بالزاويه ما عم بيتحرك، منطوي على ذاته، انجا عم بياكل، انجا عم بنام. يعني الطفل ايه يعني بشرزم القلب عن جد، لانه تغير كل شيء عليه. يعني بلحظه تغير كل شيء، مثل ما ذكرتي حضرتك، يعني شانجمون عليه، يعني غير بيته، صار بمطرح ثاني، الطفل منه محضر انه يستقبل كل هالمعلومات بطريقه سلبيه جدا. صح، وتفوق قدرته على التحمل، يعني ما بيقدر يتحمل هو على عاتقه هيدي الامور لانه هو اصغر من هيك بكثير. صحيح. وعاجز عن انه هو مجهز يمكن يحمل 10 كيلو، اجت الحرب وحملته اطنان. نعم. اطنان من الصواريخ، اطنان من القذائف، اطنان من اللي بعدها بيحكوا لنا الاطفال انه هن بعدهم عم بيسمعوا. نعم. صوت القذائف، علما انه هن بعاد وبمأمن وبعاد عن دائره القصف، بس هن بعدهم عم بيسمعون، بعدها بمخيلتهم، بعدهم عم بيشوفوا الكوابيس. هيدي كلها إشارات أنا بحب ضوي عليها وسطر تحتها حتى الأهل عن جد ما ياخدوها بشكل عابر. وعابر. بحب أنه ينتبهوا لها ويضوي عليها لأنه هيدي مؤشر جدي. هيدي إشارات بتقلنا أنه ولدنا منه بمأمن من الناحية النفسية، وبالتالي بيتطلب الموضوع أن احنا نكون كأهل عم نتابعه أكثر. نعم. دكتور نورما، كمان شفنا على السوشيال ميديا طبعا فيديوهات كثيرة للأطفال يلي عم يبكوا، عم بيعبروا بالبكي، يلي حاملة البوبة تبعيتها، يلي حاملة الدبدوب تبعه، قدي بتحسي هالدمعة فعلا، يعني ما فيك تقطع الفيديو إلا ما تتأثري فعلا، مثل ما عم تقولي العناية بالطفل ما بعد هالحرب يلي أثرت كتير عليه قدي مهمة، لأنه أكيد للمدى البعيد رح يكون في إلى سيئات كتير كبيرة على نفسية الطفل. اليوم شو عم تعملوا بمراكز الإيواء للأطفال؟ شوف النقابة، ومشكورة كمان طبعا نقابة النفسانيين بلبنان، خلقت شيء اسمه خلية لمساعدة وتقديم الدعم النفسي لكافة الأشخاص اللي هن بحاجة لهذا الدعم. وبالتالي بالنسبة للأطفال طبعا في تقنيات معينة، في ألعاب معينة، في أكتيفيتيز معينين، في طريقة من الحوار، الرسوم وغيرها يلي عم بتساعد الأطفال وبتشجعهم على أنه ما يكبتوا، إنما يعملوا نوع من الدشاج والتفريغ لهالمكبوتات ولهالأوجاع الدفينة يلي هن ما بيعرفوا يظهروها. هيدا اولا. اثنين، هن بيشعروا بحرج كثير كبير انه هن تظهر على ملامحهم وهن مش عارفين انه هي موجوده ومرسومه على ملامح وجههم. هيدا من ناحيه الاطفال. من ناحيه البالغين طبعا المساعدات اللي نقدمها هي تقوم على كمان تشجيع على التعبير عن المشاعر، الحديث عن الوضع الراهن، تشجيعهم على المضي قدما، انه نركز على اللحظه، نتذكر انه احنا بنعمه، يعني نحن بعاد عن دائرة القصف، وبالتالي هيدي نعمة بالنسبة لنا بالوقت اللي مبارح أو من ساعة أو من أسبوع نحن كنا تحت الركام. ولو أنه نحن هلأ بنياننا النفسي هو منكوب، ولكن نحن منقدر نرجع نعمره من وراء ومن خلال هالمساعدات اللي منتلقاها وهالحوار مع الآخر والتفاعل مع الآخر وعدم التقوقع مع المشكلة. نعم. هيدا السؤال حبيت وقف عليه، ما بعرف ليه، يعني حبيت نوسعه أكثر. ذكرت عن الأطفال اليوم كبار السن،
قد ايه صعب تشوفي حدا كبير بالعمر عم يبكي قدامك، فقد حدا من عائلته، وبالتالي بتحسي يمكن تعبير وجهه، هالتجاعيد بوجهه قصة كتير كبيرة من العمر، وهيدا الشخص لازم يدل على طول مكرم، لأنه البي والأم فعلا قد ما واحد يعمل معهم مقدسين هن، وما بيقدر أكيد يوفيهم تعبهم. يمكن بتشوفي العمر من إيديهم ومن وجههم، بتشوفي قد ايه قطع عليهم، قد ايه صعب تشوفي كبير بالعمر عم يبكي، وخاصة رجل عنده حرقة بقلبه وعم يبكي، قد ايه بتشوفوا هالقصص بمراكز الإيواء؟ جدا 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 مؤلمة لأقصى حدود، لأنه وقتها نحن بنطلع برموز المثال الذي يحتذى، رموز الخبرة، رموز الوعي، رموز المرجعية، هن مرجع لكافة الأشخاص اللي موجودين حواليهم من أحفادهم ومن أقاربهم، رموز الصبر، رموز جاهدوا بحياتهم وقاوموا كثير من الصعاب لحتى يوصلوا لمرحلة عمرية يقدروا يستمتعوا بحياتهم ويكون في استقرار، وبالتالي يكون الاستقرار هو أولى الثمرات يلي مفروض يكونوا هن عم بيجنوها جراء هالزراعة اللي زرعوها على مدى العمر. فبتطلع بكل خط من هالخطوط المرسومة، عن كان على بصمات إيديهم وبقلب كفوف إيديهم أو على وجههم أو تحت عيونهم، إلى حكاية، وحكاية مؤلمة جدا جدا صحيح. جدا خاصة لدى الأشخاص يلي هن فقدوا أحبائهم قديما وهلأ بالوقت الراهن، لأنه حالة الفقدان هي شيء لا يوصف من العذاب. طبعا طبعا أكيد رح نحكي عنها دكتور نورما، ولكن رح نتوقف مع أول بريك بحلقتنا ونرجع لك طبعا. أوكي. مشاهدينا بريك قصير، ترونا راجعين. رجعنا معكم مشاهدينا مع دكتور نورما طبعا، وهالحلقة المميزة من هالستوك دايما عبر شاشة الاو تي في. رجعنا لك دكتور نورما. طبعا كنا عم نحكي قبل البريك عن عدة أمور، ولكن حكينا عن التداعيات النفسية. كيف فينا نكون عم نحدد أكثر التغيرات يلي منشوفها عند الأطفال، عند الراشدين، عند الكبار؟ خبرينا أكثر عن هيدا الموضوع. أكيد بما أنه الأطفال مثل ما سبق وذكرنا هن أكثر هشاشة، فبالتالي نسيج حياتهم بكون متأثر أكثر بكثير من الراشدين. وأكثر شيء نحن بنقدر نشوفه عند الأطفال هو العدوان. ليه؟ الطفل وقت اللي بيتلقى العدوان بمختلف أنواعه، والحرب خير ومثال على ذلك، هيدا شيء بده يتصدر على شكل عدوان من نوع آخر، فحيكون إما عدوان مرتد نحو الذات، وإما عدوان متوجه نحو الآخر. نعم. بكلتا الحالتين هو جدا مؤلم بالنسبة للولد. فهون بنصير منشوف هيدا الشيء عم بيترجم من خلال منظومة من السلوكيات العدوانية لدى الأطفال، من أنه بصير بيضرب غيره، بصير بفركش غيره لو عن مزح، بصير بيعمل حركات ما كان يتصرفها قبل. من قبل. وهون الأمهات كمان كتير عم تحكي عن هذا الموضوع. يعني بذكر واحدة من الأمات قالت أنه أنا متفاجئة بابني، أنه ابني ما بحياته كان يلعب لعبة القواس والجنود والحرب والموت وهالتفاصيل، فهلأ هو عم بيعيط لهم لرفقاته بالمركز الإيواء اللي هو فيه حتى يلعبوا هيدا اللعبة. وتخيلي أنه للأسف صارت المقاعد الدراسية اللي هي بالصفوف هي عم تتحول لعتاد ومتاريس للحرب من خلال هيدا اللعبه اللي عم يلعبوها للأسف. فهون قد ايه هيدا الشيء بده يكون مؤلم ويترك اثر سلبي وازدواجي بذاكرتهم فيما بعد، وقتها هيدا المقعد نفسه بعدين هو بده يرجع يتحول وينفض الغبار عن هالصبغه الحربيه يلي اعطوا اياها، وبالتالي يرجع لصبغته الاساسيه للدراسه وللرقي وللتقدم وللنمو الفكري والاجتماعي والنفسي. لانه كمان وحده من اهم التداعيات او الاثار النفسيه على الاطفال هي ضعف بالنمو النفسي، ضعف بالنمو العقلي، ضعف بالنمو الفكري، الخيال، ضعف بالنمو الاجتماعي، حتى وصولا لضعف بالنمو الجسدي. هذا كله بيتأثر عند الولد، فحياة الولد رأسا على عقب كلها بتتغير وبتتأثر، ناهيك عن
ممكن نوصل للجوانب النقصية والتصرفات النقصية اللي ممكن يكون عم بقوم فيها الولد من حيث لا يدري أكيد، مثل التبول اللا إرادي، مثل أنه يصير بكون عمره 10 سنين بصير بحط إصبعه بتمه، بصير بيأكل ضفيره، بصير بيتصرف وبيحكي بطريقة بتشبه طريقة الأصغر سنا بكتير. فهيدي كلها ردات فعل على هيدا الهجوم يلي شكل له قلق وخوف وذعر كتير كبير، فهو عم يعمل ردات فعل من خلال هيدي الأساليب يلي عم بيلتمس نوع من الشعور بالراحة وتخفيف القلق عنده. دكتور نورما، أنا هون بحب أقول كمان قديه هيدا الطفل رح يتحمل ليقدر يقطع هيدي المرحلة، قديه التغيرات بيدلون، يعني لأنه بيتغير بشكل جذري الطفل من طفل يمكن عائل رايق لطفل عدواني، وهيدا شيء بسبب مشاكل بعدين بالمدرسة، ولكن الطفل قديه بده وقت لحتى يحس حاله أنه هو قدر قطع هيدي المرحلة. اوكي، حعلق على البارت الأولى اللي هي كتير مهمة، وهيدا اللي بتخوله أنه هو يكون عم بيحتل المراتب الأولى بالتأثر بأثناء الحروب، لأنه فعلياً هو بسيرورة النمو، هو نموه بعده ما اكتمل، شخصيته بعدها ما انبنت بالشكل الكامل، وبالتالي للأسف هيدي المنظومة العدوانية اللي هي هلأ تشكلت بداخله وأحاطته، وهالقلق اللي صار حواليه، هيدا حيكون من المكونات الأساسية لهيدي الشخصية، وبالتالي هيدا فيما بعد سوف يثمر بنتائج أبداً 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 منا إيجابية. يعني حتكون النتائج غير محمودة على الإطلاق. ممكن أنه يكون يتحول لإنسان مجاهد، ممكن يتحول لإنسان عدواني بطبيعة شخصيته المرضية، أكيد نحن هون عم نحكي عن شيء مرضي، فلا يحسد على ما هم عليه. بالمقابل طبعاً البالغين كمان عم بيمرقوا بنفس الظروف، إنما ما بتأثر على تكوين الشخصية لأنه هن منهم بقى بطور تكوين الشخصية وبنية شخصيتهم ونفسياتهم. شو بيحسوا الراشدين؟ شوفي، بالنسبة للراشدين بالصدارة منلاقي في عندهم، وهذه كمان التمسنا كتير على الأرض، الأعراض النفس جسدية هي اللي بتحتل الصدارة أكتر. يعني من تعرق كتير بالأطراف، من سرعة بيشكو كتير من سرعة بدقة القلب، من أوجاع بكافة الأجهزة الجسمية خاصة الجهاز الهضمي، الظهر، العظم، سيكوسوماتيك. نعم، يلي هن الأعراض النفس جسدية. صحيح. قدي صعب انه يحس الشخص هالاعراض فعلا، وعم بيتوجهوا عند الدكاتره وعند المتخصصين، وطبعا الكل بيشخص بنفس الطريقه انه هيدا ستريس، بدنا نطول بالنا هو الأساس، لانه ما يعني ما في ولا اي اشاره جسديه فيزيولوجيه تنذر بخطر فيزيولوجي. طبعا هيدا ناهيك عن مجموعه كثير كبيره من الـ من الـ من الامور، الجوانب النفسيه السلبيه اللي بيعيشها البالغ كمان، التعصيب الدائم، هيدا الغيظ والغضب اللي يكون موجود يلي ممكن نحن نعبر بطريقة صارخة وانفجارية على تفاصيل ما كانت بتستفزنا من قبل، هالتواجد مع الآخر المختلف بمراكز الإيواء، هذا شيء مضطر يكون عم يتأقلم معه، هذا شيء بيتطلب مجهود نفسي كتير كبير ومجهود اجتماعي كتير كبير، وهن أساسا فاقدين لخزان المجهود عندهم فاضي فارغ. نعم. خاون، يعني هن عم بيعيشوا بشيء هن فاقدين له وفقدوا الشيء لا يعطيه، فعم بيخلقوا من الضعف قوة، وصولا على انه ممكن يصير في عندنا نوع من الشعور بالديبرسوناليزاسيون بنسميه، يلي هو الاغتراب عن الشخصيه او الاغتراب كمان عن الواقع، كمان هيدا نوع من انواع التداعيات الاثار النفسيه اللي ممكن تكون عم بتصير عند الراشدين، وصولا انه كثير سمعنا كمان من انه انا مش عارف شو بدي اقول، انا مش عارف شو عم بحس، ما عم بيقدروا يوصفوا فعليا شو عم بحسه وشو طبيعة هالمشاعر، وهيدي منسميها بالبسيكولوجي اللا مفرداتية يلي هي الاكسيتيميا أو الاكسيتيمي. فكمان هيدي بتأثر كتير بشكل كتير جلي وكبير على الإنسان، وصولا طبعا لسيطرة الشعور بالذنب، لأن الشعور بالذنب هو بيكون من إحدى وأبرز وأهم إذا بدك جوانب اضطراب كرب ما بعد الصدمة، يلي هو يلي الأحداث والأزمات الكارثية والغير متوقعة. نعم. قبل ما نحكي عن شعور بالذنب دكتور نورما، اليوم ذكرت شيء كتير
مهم انه الاشخاص اللي بحسوا اوجاع جسديه من وراء الستريس اللي عم يتعرضوا له بحياتهم اليوميه، وهيدا ستريس اللي ما كانوا معودين عليه، يعني ستريس كثير كبير. اليوم بيروحوا بيعملوا كل الفحوصات عند الاطباء بيطلع ما بهم شيء، ولكن بيتشخص لهم انه كله من وراء هيدا ستريس. منهم بيروحوا للادويه طبعا لانه في اوجاع كثير كبيره بجسمهم، وبالتالي منهم بيقدروا يتاقلموا مع الوضع. وحتى الراشد قد ايه اليوم كمان يلي بيروح على جامعته يلي عنده شغله قد ايه عنده قلق للمستقبل. اليوم طب انا عم تروح حياه ضيعان، كلنا بنسمعها هيدي الكلمه انه اليوم كل يوم عن يوم عم تروح حياه ضيعان، لا عم روح على الجامعه ولا على شغلي. هيدا شيء قد ايه بيسبب عن جد ستريس كثير كبير عند الراشدين. الشعور بالذنب هيدا كثير صعب، لانه اليوم كمان ليه بيشعروا بالذنب؟ وكثير بنسمع عن الناجين من الموت كمان، يعني اليوم اذا في حدا بالعائله اربع اشخاص لا سمح الله ثلاثه توفوا وحدا نجي من الموت، قد ايه هيدا شعور كمان بحس بالذنب تجاه الاخر، انه يا ريت يمكن انا صار لي شيء وخيي ما صار له شيء. هيدا شعور بيرافق الشخص وبيعذبه، لانه ابشع شيء بالحياه هو شعور بالذنب. مزبوط، هيدا اكثر شيء مثل ما تفضلت ريتا بنشوفه عند الاشخاص يلي بيواجهوا كوارث او احداث تعرضوا من خلالها لفقدان اشخاص بحبون او افراد من افراد العائله او مقربين لالهم، وفعليا هن بلوموا نفسهم ليه ما قدروا هن يعملوا شيء. فهذا الشعور بالفشل بعدم المقدرة على مساعدة الآخر وبأنه أنا بقيت عايش وهو توفى أو هي توفت سواء كان الولد أو الأم أو غيرهم، هذا الشيء بيعملنا نوع من الشعور بالذنب انه انا كان فيني اعمل شيء بس انا ما عملت شيء. ولا هون بنصير نحن باللاوعي تبعنا بنروح على شيء من القصاص للذات، انا ما بستحق اعيش، بصير بجلط حالي، انا لا ما لازم اكون عم باكل، انا ما لازم اكون عم بضحك، انا ما لازم اكون عم بلعب، انا ما لازم اكون عم بلبس ثياب مرتبه او الكماليات تبع الحياه لانه انا ما بستحق الحياه. فهيدا الشعور بياكله للانسان الناجي من عقده من يعني من الموت، وبالتالي بتسيطر عليه عقدة النجاة. أحدهم كمان بأحد المراكز كان عم بردد كل الوقت، شوفي طلعي كلهم مبسوطين إلا أنا، كلهم بخير إلا أنا. شو صعب هيدا الشعور؟ هو الوحيد اللي نجا من عائلته. فاشترار هيدا الفكرة وهيدا المعتقد هيدا بخليه يغرق أكثر وأكثر ببؤرة الشعور بالذنب وعقدة النجاة، لأنه هو بيعتبر أنه كان حياته هلأ ما بتسوى لشي، هو كان بيقدر يعمل شي بس هو ما عمل شي. يعني ما بيقدر يميز فعليا، يعني عقله ما بيقدر يوضح له أنه هو لا ما كان قادر يعمل شي. هل قد الشعور بالحزن وبالأذى النفسي وبالأسى عم يطفي له سراج العقل عنده، وعم بيسيطر عليه هذا المعتقد أنه بلا أنا كنت قادر بس أنا فشلت وأنا ما قدرت لذا أنا لا أستحق الحياة. بدي أضيف كمان هون نقطة كتير مهمة، وهيدي بسمعها كمان من الأشخاص اللي بترددوا على العيادة بس هن بيكونوا بعاد جغرافيا عن الحرب. حتى هالفئة من الأشخاص كمان بتعيش هيدي عقدة النجاة. كيف؟ بيكونوا عم بيتفرجوا على التي في كل الوقت وعم بيتابعوا الأخبار، وهالعواجل اللي عم بتضلها وحدة ورا التانية عم تظهر على أسفل الشاشات، وعم بضلهم سكوتشي على الإكرام، بضلهم كل الوقت عم بيتابعوا ومن قنال لقنال وغيره وغيره. حتى على الموبايل، نعم قديه. صح، هيدا إذا ما كنا قدام التي في، وين ما كنا، حتى بالمجالس الطبيعية والعادية صار هو حديث الساعة. فالتعرض الدائم كمان لا هالأخبار أو هالسرديات يلي هي عم بتصير لها علاقة بالحرب، هيدا كمان عم بحسس الأشخاص اللي هن بعيد كل البعد عن الحرب، عم بحسسهم كمان بالذنب وبالشعور بأنه أنا ما لازم أكون هلأ رايحة أعمل زيارة، أنا ما لازم أكون هلأ أنا عم بتضحك، لا أنا لا عيب حرام، يعني بحسوا بالذنب. فكمان مثل ما أنه التداعيات النفسية عم بتكون هي شاملة
ومغطية لبنان من جنوبه لشماله لبقاعه. كمان عقدة النجاة كمان عم بتكون عم بتزور كل شخص موجود على الأراضي اللبنانية وبرات الأراضي اللبنانية وعم بعيشها سواء من قريب أو من بعيد، ولكن كلهم على طريقته كمان، بس ما في حدا نجا من عقدة النجاة. فعلا، لانه موضوع كثير خطير اليوم هيدا اليوم. حتى ريتا كمان باردون اذا فيني اضيف شغله، حتى الاشخاص يلي هن المراسلين والاعلاميين والصحفيين وخاصه 100% ترفع لانه القبعه يعني من هون لابعد مدى، هن وكل فرق الكوادر الصحيه يلي كانت عم بتتابع كل العمليات النجاة، الصليب الاحمر والدفاع المدني، صح، والاطباء والمتخصصين والممرضين وغيرهم، تما نكون عم ننسى حدا. بس فعليا نحن الاشخاص المراسلين اكثر يلي هن كانوا بالميدان على الارض عم بيواكبوا الحدث بشكله المباشر، عم بيختبروه، عم بيشتموا ريحه، عم بيشموا عم بيشتموا ريحه الحرب، ريحه الفقدان، ريحه الخساره، ريحه ما بخبرك قديش صعب. هن كمان وخصوصا وقت بيفقدوا زملاء لهم واصدقاء لهم، وهيدا سمعناه مرارا وتكرارا طبعاً. من مراسلين هن فقدوا زملاء واحبه لهم، كان شيء بالنسبه لهم مروع، لانه هيدا شيء حسسهم بانه ليش هو مش انا؟ ليه انا بدي انجى وهو بده يكون عم تفتك فيها الحرب هالقد واخذته وحرمته من عائلته؟ حتى عند الاشخاص يلي هن منهم متزوجين بيعتبروا اذا توفى زميلهم المتزوج واللي عنده عائله واللي عنده اولاد، بينه وبين حاله بيقول انه انا لا، كنت انا انصاب بداله لانه انا ما عندي اولاد وما عندي مسؤوليات مثله، فيا ريت انا مش هو، وغيره وغيره. يعني خريطه كثير كبيره ومروحه كثير واسعه من الاشخاص ومن المشاعر يلي بتنتابنا جراء هيدا الشعور يلي هو عقدة النجاة. ليكي قديش بكلمتين هو، انما ولكن هو مساحته كثير كبيره فعلا. ودائما عقدة النجاة الشخص دائما بيقول كلمه يا ريت او لو، يعني بصير يلوم حاله يا ريت انا قدرت خلصه، او لو ما كان هون ما كان مات. يعني هول الكلمتين بحد ذاتهم قد ايه بيعذبوا الشخص طول فتره حياته، وفعلا قد ايه بدهم علاج نفسي، لانه اليوم الوقع يلي عم تحكيه حضرتك دكتور نورما عنده وقع كثير كبير على الصحه النفسيه. اكيد، والصحه النفسيه هي من الاولويه بحياتنا، لازم دائما تكون اولويتنا، لان اليوم اذا صحتنا النفسيه منا منيحه ما في شيء منيح بحياتنا، ما في شيء منيح، ما بنقدر نكون لا طلاب ولا عاملين ولا مهنيين فعلا. ولا رؤساء ولا سواح، ما بنقدر نكون. ففي صحة نفسية جيدة نحن بنقدر نكون بحسب أدوارنا بالحياة، بنقدر نكون نحن فعلا بأداء وإنتاج مجدي وصحي، والعكس صحيح. فعليا هذا شيء يعني للأسف هو عم بيبرز أهميته أكثر بالحرب، إنما هي واحدة من الأوجه الإيجابية إذا بدك للنكبات وللظروف الأزمات وغيرها، هو إنه فعلياً نضوي ونعطي أولوية، نعيد إعادة ترتيب الأولويات عند الناس بشكل إنه لا، الصحة النفسية هي لا تقل أهمية بل أهم من الصحة الجسدية، لأنه مثل ما أنه الصحة الجسدية فيها تعكس سلبا على الصحة النفسية، الصحة النفسية قادرة تعكس سلبا بدرجة أعلى بكتير على الصحة من الجسدية. الصحة على الصحة الجسدية، وبالتالي قادرة هي تكون كمان مسؤولة عن الشفاء وعدمه. نعم دكتور نورما، اليوم في سر بالشعب اللبناني، يمكن كتار من المشاهدين اللي عم يحضروا هيدي الحلقة بيقولوا أكيد مشكلة الشعب اللبناني بده علاج نفسي، شو السر بالشعب اللبناني عنده هالريزيليانس؟ إذا فينا نقول اليوم كل النكبات اللي بتصير على لبنان بياخد فترة قصيرة ودغري بيتأقلم مع الوضع يلي رح يجي، قديه هيدا الشعب قوي، وفعلا نوجه له تحية كتير كبيرة، لأنه كل البلدان بتعترف بهيدا الموضوع أنه الشعب اللبناني شعب قوي، وهالبلد سبحان الله فيه سحر ما حدا بيعرفه.
لذا نحارب فعلا لذا نحارب لذا نحارب لأنه عندنا هالثروات مش ثروة واحدة بداية هالثروة الإنسانية هالثروة الفكرية ثروة حبنا للحياة هيدا قلما نجده عند الآخرين فعلا مع احترامي لكل الآخر أيا يكن فالشعب اللبناني سره بحبه للحياة سره بحبه للسعادة سره بحبه للاستمرارية كمان سره بحبه للموت والتضحية بالذات سبيل الآخر ليك قدي بارادوكس وقدي متناقضين بس قدي كمان بيحملوا نفس الدافعية إذا بدي يكون نفس حب الاستمرارية لأنه نحن نكفي رسالتنا يلي نحن خلقنا ونوجدنا كرمالها زيادة عن هيك تعرضنا للخبرات المؤلمة والصادمة بيعمل نوع من اللقاح لقاح نفسي خليني اسميه بدواخلنا وبجهازنا المناعي النفسي وبقويه وبالتالي بتصير ضربه ورا ضربه طبعا نحن عم نتاثر وطبعا نحن عم نتفاعل ومن الطبيعي انه نحن نتفاعل وانا هيدي بدي احطها بين قوسين اللي مش طبيعي هو نحن ما نكون خيفانين ما نكون قلقانين ما نكون حاسين بنوع من الملل او الياس او غيرها من المشاعر السلبية هيدا شيء منه طبيعي انك انت تكوني عم بتحسي مشاعر بتشبه الوضعية او الموقف اللي انت موجودة فيه هيدا دليل على صحتك النفسية لانه هون منظومة التأقلم والتكيف هي اللي بتستدعي المشاعر والانفعالات اللي لازم تكون متناغمة بهيدي المواقف وكمان وقتا نحن بنكون بمواقف بتستدعي الثبات النفسي كمان حنكون نحن بثبات نفسي فهيدا نحن بالنورمال اما لا نورمال فهذا كله نحن رح نقدر نتخطاه لانه أكيد. اللبناني هو انسان فعلا بيواجه المصاعب بيواجه كل الازمات ما بيوقف متكتف لا هو بيحارب بعلمه بيحارب بعلمه بيحارب بجدارته بيحارب بتفكيره بيحارب باختراعاته بيحارب بمدنيته بيحارب بعسكريته بيحارب على الميدان بيحارب هو قاعد ببيته بيحارب هو مهاجر من خلال اذا بدك ال الأماكن أو إذا بدك المناصب اللي هو عم بيقدر يتبوأها وهي ببلاد جدا رائدة عم بكون هن أبرزهم من الشعب اللبناني فعلا. فهذا كله حب للحياة وهذا هو اللبناني هيدا الشعب اللبناني اللي هو محب للحياة دكتور نورما رح نرجع لك ولكن رح نتوقف مع بريك صغير مشاهدينا بريك قصير انطرونا راجعين رجعنا معكم مشاهدينا بالمحور الأخير من حلقتنا دايما عبر شاشة الأو تي في رجعنا لك دكتور نورما طبعا وسهلا. اليوم أهلا وسهلا فيك اليوم النزوح كتير صعب شخص يكون عايش ببيئة معينة ببيته بأوضته بلحظة من اللحظات دغري تغير كل شيء عنه وبالتالي صار بموقع تاني ما بيشبهوا أبداً ما بيعرفوا أبداً اليوم النزوح أكيد بيأثر بشدة على الحالة النفسية للأفراد خبرينا أكثر عن تأثيره على النازحين شوفي بحياتنا اليومية منظهر ومنسافر ومنروح ومننبسط ومنقضي أوقات حلوة وبس نرجع على بيتنا شو ما كانت مواصفات هيدا البيت منقول خي أنا ما برتاح إلا ببيتي كلمة خي تظهر بشكل تلقائي وقتا نحنا منوصل على البيت فما بالك أنه هالأشخاص يلي هن اضطروا بالرغم عن إرادتهم وقهرياً أنه هن يتركوا هيدا الملاذ الآمن هيدا المرتع النفسي اللي هن بيلاقوا فيه هدوءهم وبيستمتعوا بحياتهم الكالمنس تبعهم النفسية الاستقرار طبعا الاستقرار النفسي فمنه من السهل أبدا هالانسلاخ القصري هيدا بيشبه إذا هون أنا فيني شبهه بيشبه عملية الفطام عند الولد نعم فطام الرضيع عن ثدي الأم له نفس
مآزم ونفس الأوجاع يلي عم بعيشها كل نازح اليوم، سواء كان بمراكز إيواء أو كان ببيوت اضطر أنه يستأجرها أو يكون عم يستخدمها. مهما مشكورين طبعاً، كل الناس مشكورة، كل المراجع والجهات اللي قدمت كافة أنواع الحاجات للنازحين مشكورين، إنما شو ما تقدم من حاجات إن كانت أساسية ولا كمان كماليات، مثل الرضيع يلي بضل عنده هذا الحنين لفدي الأم طبعاً. لو تقدم له الغذاء البديل يلي هو ممكن بالبيبرون أو الحليب نفسه، إنما هو رح يضل جوا في عنده هيدا ألم الفطام السفراج. فكل نازح صغيرا كان أم كاهلا هو عم بعيش هلأ كل يوم وكل لحظة جراء الحرب عم بعيش، لأنه نزح من بيته قصرا عم بعيش هيدا وجع الفطام. لأنه النزوح حتى لو بده يكون نزوح داخلي شعور قاسي، لو بدها تكون نزوح خارجي كمان، لو عارف حاله بده يرجع، بس هذا الشيء شعور كتير كتير مؤلم، كتير قاسي، كتير كبير. يعني إذا بدك يمكن يفوق أساوة الصخور العاتية. هالقد شيء، هالقد عم بيعبروا الناس عن أوجاعهم، يمكن عن أوجاع النزوح أكتر من أوجاع الحرب بحد نفسها. فعلا، لانه كثير صعبه هالشلخ، اذا فينا نقول صح، هالانشقاق، هالشرزمه، هالانسلاخ، سميه انسلاخ، لانه هن مثل ما انسلخ الجلد عن العظم، هن عم بعيشوا ونحن معهم يعني اساسا. اكيد. اليوم دكتور نورما كلنا بنفكر شو هن طرق العلاج للمواطنين والنازحين، طبعا خاصه النازحين والمواطنين باجمالي، اللي هن يمكن بعاد عن الحرب او بعاد عن البقعه اللي عم بيصير فيها هالحرب، ولكن بدهم علاج طبعا، لانه كل الاشخاص منا أكيد عم بيعيشوا التوتر، القلق، الخوف لحظوي، إيه يعني ما بتعرفي بلحظة شو ممكن يصير. اليوم شو هو العلاج النفسي السليم للمواطنين والنازحين لحتى يتخطوا هالأزمة ويرجعوا إذا فينا نقول يعيشوا حياتهم بطريقة شوي هيك سليمة وصحية؟ أوكي. يعني بما أنه كل إذا بدك المحتوى اللي حكينا فيه هو سوداوي وبيحكي عن ندوب وبيحكي عن أوجاع، أنا هون بدي أستغل هالنقطة تتوجه للمشاهدين وقل لهم أنه بكافة أنواع الاضطرابات النفسية والأوجاع النفسية، شو ما كبرت وشو ما توسعت الدائرة وشو ما البكار كان كبير، نحن عطول في عنا الحلول. فما في مشكلة نفسية إلا ما في حل مقابلها. هيدا اللي أنا بحب وجهه لكل الناس يكونوا عم بيطمنوا لهذا الموضوع. وبفهم أنا يمكن اللي عم بيسمعنا أو عم بيحضرنا اليوم هو كتير موجوع، يقول أنه أنا هيدا الوجع اللي هو وجع جبال، تقله تقل جبال، أنا شو اللي بده يشيله من جواتي ومن بواطن نفسيتي؟ لا، كله رح يتم علاجه وما في شيء يعصى على العلم. طبعا بالخطوط الأمامية للعلاجات بيجي العلاج النفسي، هو بيكون بالخط الأول. طب بس نقول علاج نفسي، عنا تقنيات كتير كبيرة واسعة على حسب كل حالة، ولكن بالطليعة في عنا العلاج النفسي السلوكي المعرفي اللي هو Cognitive Behavioral Therapy، عنا العلاج الجدلي اللي معروف بالDBT، وطبعا بالإضافة لهيك في عنا العلاج EMDR يلي هو هلأ خاص بالاضطرابات ما بعد الصدمة وبالصدمات، وما فينا ننسى ونتجاهل العلاج الدوائي كمان فيما لو استدعيت الحاجة، لأنه أيام كتير الجسد بيكون تعب لدرجة أنه بحاجة لبوش أو لعكيزة دوائية تقدر تكون عم بتساعده تا ريثما يتخطى الأزمات النفسية اللي بيكون عم يمرق فيها. هيدا فيما يخص العلاجات، فما في شيء ما في العلاج. أكيد. دكتور نورما كمان اليوم بنهاية حلقتنا، شو هي الرسالة اللي بتوجهيها لكل المشاهدين اللي عم بيشوفوك عبر شاشة OTV وعبر برنامج هالستوك، هالبرنامج الطبي اللي هو مؤتمن على صحة المواطنين؟ وبحب أقول شغلة كمان قبل ما توجهي رسالتي. طبعا في كتير أشخاص عندهم وصمة عار، أنه أنا اليوم صحيح أنا
تعبانة نفسيا ولكن ما بقول هيدا الشيء لأنه بعتبره وصمة عار، ما لازم أعبر، ما لازم أقول لحدا شو عم بشعر أو زعلانة أو بدي أبكي. بحب أنه تكون رسالتك موجهة لكل الأشخاص يلي ما بيحبوا يعبروا وبالتالي رح يسخنوا ورح ياخدوا أدوية بعد فترة. قديه هول الأشخاص لهم رسالة خاصة منك؟ صح. بالشكل العام بداية خليني هيك اختم بنصايح تكون عملية أكثر ما أنها هي تنظيرية فعلا. لأنه ما بدنا نكون عم ننظر على الناس صح. إنما ما فينا نتخطى الملف النظري، بمعنى هذه النصايح بما يخص البالغين. أنا هلأ عم بحكي بداية بدي أتوجه لهم وقال لهم أنه خلينا نساعد حالنا وناخد قرار بأنه نحن بدنا نتخطى هيدي الأزمة، وبالتالي نبلش نسمح لنفسنا أنه نحن نمد جسور ما بين أنفسنا ومن بين مستنقع السلام. خلينا أكثر ما نفكر بسقافة الحرب يلي هي عم بتلف حوالينا كيف ما برمنا، إن كان على أذاننا ولا عيوننا ولا وين ما كنا، نحن عم نلتمس كيف ما برمنا مقتطفات من سقافة الحرب. خلينا نستبدلها بسقافة السلام. سقافة السلام يلي هي مش استسلام، السلام يلي هو مبني بيكون على تركيزنا على المعرفة، على المتابعة، على نكون نحن عنا تبيان لكل التفاصيل، ما نقرب على الأخبار المغردة والتضليلية ويلي هي شغلتها تشوه وتعطينا بوست أكبر من السوداوية. خلينا نكون عقلانيين أكثر. هذا نوع من أنواع الحروب النفسية اللي احنا لازم كمان نكون عم ننتبه لها، هي نوع من أنواع الأسلحة بدل ما تكون عسكرية هي نفسية. فهيدي خلينا نبعد عنها قدر المستطاع، نخفف ونقزم من حجم مشاهداتنا ومتابعتنا للأخبار وللمتابعات وللعواجل. خلينا نكون عقلانيين لأنه العقل هو سلاح أبيض. نعم. سلاح بيقطع كل الأعناق السلبية والسيئة والسوداوية. كمان بقلن للبالغين خلينا هلأ نخفف من هالغيظ تبعنا، نغض نظر على تفاصيل، نحترم الفوارق مثل ما سبق وحكينا، السوسيو ثقافية بيني وبين الآخر. نعم. لأنه ما في، نحن أيام نكون إخوة بنفس البيت بس ما في حدا عنده same mindset مثل الآخر، مثل الآخر أو نمط حياة مثل الآخر أو تفكير مثل الآخر. فخلينا نحترم هيدا الشيء لحتى يكون مدعاة للا خلاف ولا لا تشرذم الأكثر النفس اللي نحن موجودين فيه. بالنسبة للأطفال كمان من خلال الأهل بدي أقول أنه أنتوا يا أهل، أنتوا هيدا الرمز، أنتوا هيدا الملجأ، أنتوا هيدا الحصين يلي هيدا قلعة العز، مركز الأمان للولد يلي ما فيكن ومش مقبول أنه تسمحوا له تنهار على مرأة نظره نهائيا. فبدنا ننتبه كتير منيح لكيف نعبر عن مخاوفنا، كيف نعبر عن قلقنا. بفهم أنا أنه في كتير أشخاص يعني بتخونهم أيام اللحظة وبخونهم الوجع ويمكن ما ينتبهوا لهذا الموضوع، إنما قدر المستطاع. بالنهاية ما فينا نتحول لروبو طبعا. بس قدر المستطاع خلينا نهتم كتير بتعبير أولادنا، نفسح لهم بالمجال أنه هن يعبروا يسألوا. إذا شفنا أنه سلوكياتهم تغيرت ما كتير نوقف عند التفاصيل، ما كتير نكون بيرفكسيونيست هلا لأنه نحن بوضع استثنائي. فلكل استثناء في عنا وضعية معينة لازم احنا معايير نكون عم ننتبه لها. خلينا بما أنه نحن موجودين معكم هلا على الأرض خلينا نكون تقبلوا المشورة، لأنه المشورة هي لقاح العقول. والمشاورة مع الآخر كمان هي شكل من أشكال إذا بديك الحصن ضد الملامة عند الإنسان. نعم. فخلينا ما ننسى أهمية التعبير عن مشاعرنا، ومش عيب مثل ما تفضلتي، مش عيب أنه إحنا نسأل، مش عيب أنه إحنا نخص المعالج النفسي بالإرشادات اللي بنطلبها وبالأسئلة والاستفسارات، لأنه كلنا بحاجة
المعالجين وطلوع والمعالجين منزول. نحن كلنا بحاجة بهذه الأوقات، لأنه بالنهاية نحن كلنا بشر. وكمان من عبر هذا البروجرام ريتا، بدك تسمحي لي بليز، أنا بدي أوجه على صعيد المهنة الفردي. أنا بحط كل خبرات المهنية والعيادية وعيادتي والمركز اللي عندي بكافة التخصصات، بحطه تحت خدمة كل الأشخاص، سواء كانوا نازحين أو ما نزحوا من مناطقهم، إنما هن ما زالوا ببلداتهم وتضرروا من الحرب، وهذا بيكون أكيد فور فري وما بيتكلفوا ولا أي تكلفة إلى أبعد مدى. نرجع للمديات، مثل ما أنه تداعيات الحرب هي تطال كافة المديات، أنا بدي أقول لهم أنه كمان علاجاتنا ومتابعاتنا ومواكباتنا ودعمنا رح بيكون كمان عم بطال كافة المديات. نعم دكتور نورما الحلو البيتار، معالجة نفسية عضو بلجنة الإعلام بنقابة النفسانيين بلبنان، أنا بدي أشكرك باسمي وباسم الأو تي في على هالحلقة المميزة فعلا. أنا بدي أشكركم لأنه عم بتضووا على نقاط وعلى مواضيع كلنا بحاجة لها، ولو أنه أيام نرجع منعيد تفاصيل يمكن حكين فيها قبل. نعم. إنما ذكر وأن نفعت الذكرى. أهلا وسهلا فيك، وإن شاء الله قريبا بيكون عنا مواضيع تانية مع حضرتك بتهم المشاهدين. أكيد أنا بالخدمة دايما. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا من هيلستوك دايما عبر شاشة الأو تي في، بس أنا بحب أختم بقول أنه ما تخافوا أنه تعبروا عن مشاعركم، ولا تخافوا أنه تطلبوا المساعدة، لأنه الصحة النفسية هي ضرورة لتساعدكم على الصمود والتغلب على كل التحديات. إن شاء الله تكونوا حبيتوا هالحلقة مشاهدينا، ملتقانا الأسبوع المقبل، تصبحوا على ألف خير.